ورجعنا تاني، وكنا اخر حاجه ختمين عليها قبل الفاصل ان الكابتن اسلام بتتكلم معاه في التليفون، رد عليك الراجل صح؟ الصداقه والصداقه والحاجات دي. امال ايه حكايه بقى ان انت ما بتحبش خالص ترد على التليفونات، وكمان لما حد بيكلمك اي حد ما بتردش، ولما بتبقى عايز ترجع تكلمهم عشان انت مش عايز تعمل مكالمه تليفون بتكلمهم في اوقات مثلا مش مناسبه، 7 الصبح مثلا، الفجر، علشان ما يردوش عليك وتبقى انت كده عملت اللي لا انت بصي كنت ماشيه النص الاولاني كويس، النص الثاني كده بصي كده انت بقى جودتي. احنا سمعنا كده. لا لا انت جودتي بقى احنا سمعنا كده ويعني من مصدر موثوق. لا لا بصي انا حته التليفون بتاعي يعني ما يعني مش بتحب ليه؟ الوصول صعب شويه. نمسك نص طب السؤال الاول وبعد كده نبقى نتكلم في التاني بعدين. لا يعني انا ما تليفون اصلا انا ما غيرتوش، يعني ما بغيرش رقم تليفوني كتير، فالرقم من سنين طويله معايا. في ناس يعني تصل بيبقى في مكالمات مهمه، وفي ناس يعني بتهزر وبتستظرف وحاجات كده، فانا يعني زي ما تقولي كده معظم الوقت ايه محوله، يعني عامله دايفرت وكده، وبعد كده اشوف بقى يعني ايه مثلا مين اللي كلمني وكده، والحاجات المهمه انا ارجع يعني اعمل مكالمات مهمه. لان طب قول لي كده من زمايلك مين الشخص اللي دايما تحس ان هو ايه رومانسي كده وطول الوقت بيسمع اغاني وبيعمل تليفونات بيحب في التليفون طول الوقت؟ مين؟ لا مين ايه ده كتير. لا ده كتير. يعني ادينا كده. لا 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 اسرار كده. اسماء ايه؟ لا ده كتير. لا ده في ناس كتير، وعلى فكره عكس 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 الطبيعه اللي هي او الصوره اللي باينه بره للناس بره. لا ده احنا لازم نقول بقى مين. لا ده مستحيل. والله الناس ممكن تبقى واخده مثلا انطباع عن حد ان هو كذا كذا كذا، فانت ما تيجي تتعاملي معاه ولا تقربي منه مثلا ولا تقعدي معاه في معسكر او كلام من ده تلاقيه بيحب في التليفون طول الوقت. لا لا تلاقيه. طب ادينا موقف خلاص، محنوح. ما تقولش مين قفشته، مين حصل معاه موقف كوميدي يعني. وفي اللي بيتنرفز. بيتنرفز على كل اللي بيكلمه. عصبي. عصبي وبيتخانق. لا احنا نرجع للحبيب الاول، مش هتوهني. لا لا مش هتحصل. مين الشخص اللي انت في مره يعني حصل معاه موقف فعلا وقعدت بقى تهزر معاه ترخم عليه كده يعني هتقول؟ بعيدا عن الحاجات دي، بعيدا عن الحاجات ديت، انا عايز اقول لك ان انا في مره من المرات قعدت مع عماد متعب. عماد متعب شخص جميل جدا، يعني اتبسطت لما قعدت معاه، يعني انت عارف احنا يعني طبعا بنوجه له التحيه. طبعا طبعا الكابتن عماد متعب من الناس. بص يا نورين، من الناس اللي فعلا الواحد يعني ايه اتشرف ان هو لعب 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 معاهم وزميلهم كده، وغير انه لعيب كويس، شخصيه محترمه جدا وشخصيه جميله، يعني شخصيه جميله كده، يعني صاحب صاحبه. فعماد لما قعدت معاه اتبسطت، يعني اتبسطت لما قعدت معاه، رغم ان انا قعدت معاه يمكن معسكر واحد، ولكن يعني قد ايه هو بني ادم جميل وطيب ورومانسي. لا رومانسي، لا هو عماد كده كده رومانسي. أيوة. من غير حاجه يعني عماد كده كده رومانسي يعني. وقعدت مره مع الحضري، وده ستايل مختلف تماما. برضو خدي بالك يعني. برضو قعدت مره مع الحضري مختلف ازاي؟ جد قوي يعني. اتكلم في التليفون كتير، مهايبر دايما، صوته عالي قوي، يعني نجم، مش عارف ايه يعني. بصي يعني حضري يفرهدك. يوترك. يعني الحضري لا يوتر ويفرهد، ويعني برضو ايه القعده معاه صعبه.